مساومة المرأة أصبحت ظاهرة في كل الأوساط، واللي مش عايز يعترف بكده براحته. مفيش وسط، مفيش نشاط، مفيش مجال في مصر إلا ما المرأة تتساب من مديرها، من رئيسها، من زميلها. فدي بقت ظاهرة ما كانتش موجودة قبل كده. فدي التسليط الضوء على ده كان ناتج من ان الظاهرة دي شفتها في وسطنا، مش بس استثني وسطي يعني، وشفتها في بقية الأوساط. ودي ظاهرة يعني تقدر تقول عليها ظاهرة مرضية، يعني مرض اجتماعي. فكان لابد من ان انا لما رصدتها حسيت ان انا عايز احطها في الفيلم.